السلام عليكم مشاهدينا ام ال شانيل ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. غادي نشوفوا تصريح الدكتوره نبيله منيب في الندوه الصحفيه اللي دارت هذا الصباح. نخليكم مع التفاصيل. راه ما يمكنش هذا الشيء يطبقوا فينا هذا الجواز بحال هذه بسمونا بحال البهايم يديرونا حتى كيتا في الودود ديالنا. اذا هذا الجواز ديال التلقيح حنا اليوم بغينا ننبهوكم الخطوره ديالو بان هاد الناس يعني استغلوا قانون الطوارئ بسلطويه كبيره وبضرب القوانين باش يفرضوا علينا واحد البطاقه وطنيه جديده. نرفضها. حنا نكتفي بالبطاقه الوطنيه اللي عندنا بركه وحريه نتبعوا الوسائل ديال التباعد والاحتياز بالفعل حتى يبان يعني الخيط الابيض من الاسود ونعرفوا فين غادي هذه الامور. لان اليوم العلم اللي هو مبني على التشكيك علماء كبار في العالم كيتسالوا حنا خصنا نشوفوا اش كيتقال. واش هاد الناس ملي كيعطيو المشغل ديالك الحق باش يدفعك تلقح بزز منك الا ما كنتيش راضي ولا يفصلك، هاد الناس بغاو يجهوا النصف ديال الشعب ضد النصف الاخر. راه ما يمكنش القانون هذا ديال الاستبداء. علاش؟ واش حنايا في حرب؟ بالفعل كاين بعض القاده في العالم اعلنوا على اننا في حرب. حنا في حرب اليوم ضد ضرب حقوقنا وحرياتنا وما غاديش نتسامحوا فيها. ما خصكمش انتم كصحافه، حنا تنوكلكم هذه الامانه، كنوكلكم هذه الامانه بصدق واغلبكم شباب يلا عنده الحق فاش يعيش وتا هو يبني اسره باش تنوروا الراي العام وما نبقاوش داخلين في اللخبطه ونتكلموا على الثانوي واللي ما عنده قيمه. اليوم امام ما هو اهم.